بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. نصور لحضراتكم القمصان الجديدة البيتي اللي جات وفي أتواب صالة جديدة اللي هي بيبقوا قطعتين خمار وجيب. نقول بسم الله ونبدأ. هنا ده قميص بيتي بكم على 39 ريال، توفر منه النقشة دي والنقشة دي على 39 ريال، والقماشة بتاعته بصراحة جميلة. ده طويل هنا، في قميص بيتي قميص نوم اهو، وما شاء الله قماشته طرية جدا، وهو قط على 23 ريال. 23 ريال. ادي ده لون، هو ايه ميني كده يعني، متوفر منه اللونين دول. بصراحة القماشة بتاعته طرية جدا كأنها مية، على 23 ريال وهو قط. نيجي دي بقى، دي ميني برضو نفس الجلاليب اللي انا مصوراها الطويلة، بس دي قصيرة شوية على 35 ريال، اهي مش طويلة للآخر، على 35 ريال وبكم. دي ب36، 35، دي القماشة دي مش ده على 11 ريال ونص، دي على 25. القماشة بتاعتها برضو قطن طرية، دي على 52 ريال، 52، 34، يعني 35 ريال. برضو القماشة حلوة، دي على 82، دي زي فستان كده او جلابية استقبال، دي على 35 ريال، 39، دي زي اللي احنا مصورينها. دي بقى طوب الصلاة، ده قطعتين خمار وجيبة، اهو خمار وجيبة، متوفر منه عدة ألوان، وهو ب32 ريال. ده خمار صلاة جيبة وقطعتين على 32 ريال. دي جلاليب رمضان اهي، جرجعان اهي، على 45 ريال، وفيها شغل اهي من عند الوسط، وليها حزام، متوفر منها عدة ألوان. دي على 45، والأبيض ده عشان مفهوش شغل على 26 ريال. هي دي فيها شغل من هنا، من على الياء ومن هنا ومن على الوسط. ده اسمه قماش الجرجعان. هنا برضو ده قميص بيتي بنص كم عليه ميكي ماوس، بكام؟ ب29 ريال. دي ب37 ريال. دي قطعة واحدة ب19 ريال، توفر منه عدة ألوان. ده البناتي، ده قطعة واحدة أفرول صيفي شورت نسائي أو نسائي يعني، على 19 ريال، متوفر منه عدة ألوان. 51 ريال القميص ده،
دي فساتين 98 ريال، وفي منها عدة ألوان. أنا جاية بس أصور الجلاليب اللي جابني هنا. دي بقى فساتين على 82، والموديل ده حلو 105، ينفع للعيد. 82 105 78. حلو الفستان ده بس بنص كم. مية وتمانية. حلو القميص البيتي ده، والقماشة طرية جدا ما شاء الله، ولونه حلو، هو ايه بكورنيش من تحت او كلوشة، يعني كلوشة من تحت يعني، على 49. اتنين وخمسين برضو اهو، 52. ستة وتلاتين. 52. دار فصوص جلابية وتفصيل عربية، هي القماشة ما شاء الله جميلة ولونها حلو، ب82 ريال، صناعة سعودية KSA، ما شاء الله جميلة، وكلوشة طويلة يعني الكلوشة بتاعتها حلوة. دي برضو حلوة، برضو زيها على 78 ريال، 87 ريال، 87. في ايه تاني ما صورناهوش؟ نصور لكم القمصان البيتي دي. دي على 28 ريال، بحملات اهي، وفر منها عدة ألوان، 28، 25، 28، يعني الأسعار مختلفة، 28. هنا بقى بيجامات ستان أو حرير يعني، مشروع ستان، توفر منها عدة ألوان، في السادة وفي المنقوش، في بكم وفي بنص كم، 28 ريال. ايه ما شاء الله ما شاء الله، كل دي الخمارات، خمار الصلاة قطعتين، جيبة وخمار يعني طوب اسدال صلاة يعني. ثلاثة وعشرين، سبعة واربعين. ده قميص بروبو ب32 ريال، 32. مناسبات اهو، تسعة واربعين، 49، 49 برضو، 49، 105، 36، 49،
39. هنا بيجامات صيفي بشورت او برمودا، يعني البنطلون بتاعه برمودا، يعني لا هو شورت ولا هو ايه بنطلون، برمودا كلتين كده يعني، ويقطع على 32 ريال. توفر منها عدة الوان او موديلات، يعني هو نفس الموديل بس الالوان مختلفة، على 32 ريال. ده بقى شورت، في بشورت وفي برمودا. كله ده صيف. في بيجامات على كام؟ على 52 البيجامات دي. تسعة وتلاتين ريال 4X. اهي الوانتها حلوة، خروفي يا خروفي، على 52 ريال. يعني هتلاقي الاسعار ايه حسب الموديل. حلو بتاعت الخروف دي 52، ميكي ماوس اتنين وخمسين، 52. دي ايه دي اسمها ايه دي اسمها يا ربي اللي بتيجي مع بطوط، ممكن بطوطة وعم ذهب كده، يعني لو بطوط وبطوطة وعم ذهب ب52. فين الايام دي؟ 29 البيجامة دي، بس الاولانيين قماشتهم قطن. خمسة وعشرين دي برمودا. في بنطلون طويل على 29 و25 اللي هي البرمودا. كده خلصنا لكم كل مدين على 28. دول ما صورناهمش. 25، 28، 37، 38، 36، 42. لا دول صورناهم متهيألي. بس نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.